نظام محاربة الفساد. كثير منكم أخواتي وإخواني أن الفساد يجب أن يحارب ماشي غير في توجيه معين، ماشي فقط فيما يتعلق بالمنتخبين، ماشي فقط فيما يتعلق بالغرف، هذه جزئيات صغيرة من أماكن تواجد المال العام أينما تواجد في المؤسسات، في أجهزة الدولة، في الإدارة، في الحكامة. لا بد ماشي فقط نبخسوا العملية الديمقراطية ونبخسوا العملية الحزبية وكأن الفساد حكرا فقط على الأحزاب والمنتخبين. الفساد متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في أي موقع كان. إخواتي إخواني، لا ننسوا أنفسنا بالفعل، مش الحزبين عرفوا أحد الخلق وعرفوا أحد الضيق واختلط الحامل بالمامل، وأنتم ترون ما كيقتل الواحد، لكن كاين أغلبية ولكن كاين معارضة، أحيانا نتوجه لرئيس الحكومة ونقول له بالله عليك هذه الحكومة إما أن تكون متضامنة بأحزابها الثلاثة، أما وأن يتكلم البعض خطاب المعارضة وهو خارج وهو داخل الحكومة في سقط القرار، فهذا مما يقوي الخلط والتضليل. كذلك داخلنا في المعارضة حاولنا نحن في الاتحاد الشرعي أن نجعل من تنسيقية هذه المعارضة تنسيقية مسؤولة وجدية، لكن تبين لنا أننا أحيانا في خلاف كبير مع البعض في المعارضة أكثر مما نختلف مع البعض في الأغلبية، خاصة في قضايا الأسرة والحداثة وتطوير البلاد. ولذلك اخترنا في اتحاد الشرعي للمساهمة في التوضيح ولعدم ترك الحمل عن الغالب فيما يتعلق بالخلط الذي تعرفه الساحة السياسية في بلادنا. اختار إخواننا في فريق اشتراكي في مجلس النواب أن يسموا فريقه إلى جانب الفريق الشراكي المعارضة الاتحادية لكي نتميز كمعارضة عن كل خلط وتضليل في المعارضة.